الأماني وبث فيها المعاني. هيا أديلوا التهاني وأسمعون التحايا. هيا أديلوا التهاني وأسمعون التحايا. فالعيد أشرق يشدو إلينا ويحدو وعلى قلب الباس عدو وعم كل البرايا وعم كل البرايا. هيا أديلوا التهاني وأسمعون التحايا. سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله والحمد لله كثيرا.
الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى. سبحان ربي الأعلى. الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى، الذي يصلى النار الكبرى، ثم لا يموت فيها ولا يحيا، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا، والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سبحان ربي العظيم، 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 سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله الحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا
الحمد لله صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا ومعلمنا وهادينا محمدا صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، ها هي أيام رمضان قد انتهت ولياليه قد ولت، ربح فيه من ربح وخسر فيه من خسر وفاز فيه من فاز بالرحمة والمغفرة والرضوان والعتق من النيران. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، وأن يجعلنا في هذا الشهر الكريم المبارك من عتقائه من النار ومن المقبولين يا رب العالمين. أيها الإخوة الأحباب، روي أن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه دخل عليه رجل في يوم عيد الفطر فوجد عنده خبز فيه، فقال له: يا أمير المؤمنين، يوم عيد وخبز فيه خشونة؟ فقال له سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: اليوم عيد لمن قبل بالأمس صيامه وقيامه، اليوم عيد لمن غفر ذنبه وشكر سعيه وقبل عمله، اليوم لنا عيد وغدا لنا عيد، وكل يوم لا نعصي الله فيه هو لنا عيد. أيها الإخوة الأحباب، اليوم هو يوم الفرحة التي بشرنا بها نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث صلوا على رسول الله، حينما قال: للصائم فرحتان، للصائم فرحتان، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي الله عز وجل يوم القيامة فرح بصيامه. تكتمل فرحة الصائم أيها الإخوة الأحباب حينما يعطف على الفقراء والمساكين، تكتمل فرحته حينما يصل رحمه، تكتمل فرحته حينما يسامح أخاه، هذا في الدنيا. أما في الآخرة تكتمل فرحته عند لقاء الله سبحانه وتعالى حينما يجد باب الريان يفتح له ويدخل من باب مخصوص يوم القيامة، إذا أفتح أو إذا فتح دخل منه الصائمون فلا يدخل أحدا غيرهم. تكتمل فرحته يوم القيامة يوم أن يجد الصيام والقرآن يشفعان له عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. اليوم أيها الإخوة الأحباب هو يوم الجائزة، اليوم هو يوم الجائزة، اليوم يتسلم فيه المسلمون جوائزهم من الله سبحانه وتعالى. روي في الحديث القدسي أن الله عز وجل قال لملائكته: يا ملائكتي، ما جزاء الأجير إذا عمل عمله؟ ما جزاء الأجير إذا عمل عمله؟ قالوا: إلهنا وسيدنا جزاؤه أن يوفى أجره. قال: أشهدكم يا ملائكتي، أشهدكم يا ملائكتي أني قد جعلت ثوابهم لصيامهم وقيامهم رضائي ومغفرتي. وحدوا الله،
أشهدكم أني قد جعلت ثوابهم لصيامهم وقيامهم رضائي ومغفرتي. ثم ينظر الله عز وجل إلى عباده في هذا اليوم نظرة رحمة وحنان فيقول: سلوني يا عبادي، سلوني يا عبادي، فوعزتي وجلالي لا تسألوني في يومكم هذا وفي جمعكم هذا لدنياكم إلا أعطيتكم إياها، ولآخرتكم إلا نظرت إليكم قد أرضيتموني فرضيت عنكم، انصرفوا مغفورا لكم. وحدوا الله. أيها الإخوة الأحباب، ها هو رمضان قد انتهى، فماذا بعد رمضان؟ سلفنا الصالح رضوان الله عليهم كانوا يعيشون بين الخوف والرجاء، كانوا يعيشون بين الخوف والرجاء، أحدهم يعمل العمل ويتقنه ويجتهد فيه، ثم إذا انقضى العمل خاف أن يرد عليه عمله مرة أخرى ولا يقبل منه عمله. هذا هو حالهم. فما حالنا نحن؟ والله إن حالنا لعجيب وغريب. فلا صلاتنا كصلاتهم، ولا صومنا كصومهم، ولا صدقتنا كصدقتهم، ولا ذكرنا كذكرهم. ورغم ذلك أحدهم يعمل العمل ويجتهد فيه ويخلص فيه، ثم بعد ذلك يخاف من الله سبحانه وتعالى أن يرد عليه عمله مرة أخرى. أما نحن فأحدنا يعمل العمل القليل ولا يتقنه ولا يحسنه، ثم يمضي وكأنه قد ضمن القبول والجنة. سيدنا عبد الله بن عمر كان يقول: والله لو أعلم أن الله تقبل مني ركعة واحدة لتمنيت بعدها أن أموت. والله لو أعلم أن الله تقبل مني ركعة واحدة لتمنيت بعدها أن أموت. لذلك صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلوا على رسول الله، كانوا يودعون رمضان ويدعون الله سبحانه وتعالى 6 أشهر أن يقبل الله عز وجل منهم رمضان، خوفا ألا يتقبل منهم. فالإنسان المؤمن، وكلنا ذاك الرجل، ينبغي أن يعيش بين الخوف والرجاء. إذا نظر إلى تقصيره في صيامه وقيامه خاف أن يرد عليه عمله مرة أخرى ولا يقبل الله عز وجل منه هذا العمل. وإذا نظر إلى رحمة الله عز وجل وأن الله يقبل القليل ويعفو عن الكثير، رجا من الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منه هذا العمل. فينبغي أن يكون حالك بعد رمضان بين إيه؟ بين الخوف والرجاء. الخوف من الله سبحانه وتعالى ألا يتقبل عملك، والرجاء من الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منك عملك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. الله أكبر، 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 الله أكبر كبيرا.
والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. أيها الإخوة الأحباب، اعلموا أن الأعياد في الإسلام شرعت لحكم، الأعياد في ديننا شرعت لحكم عظيمة ينبغي أن يعرفها الإنسان المسلم. فمنها أيها الإخوة الأحباب التعارف والتآلف والأخوة بين الناس، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: صلوا على رسول الله، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. روي أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا ذهب لزيارة أخ له في الله في قرية أخرى، فأرسل الله عز وجل على طريقه ملكا على هيئة رجل يسأله، فحينما أقبل سأله: أين تريد؟ إلى أين أنت ذاهب؟ قال: إلى أخ لي في هذه القرية. قال له: هل لك عليه من نعمة تربها عليه؟ في بينك وبينه مصلحة؟ في نعمة؟ في فضل؟ قال: لا، غير أني أحبه في الله. قال: فإني رسول من الله عز وجل يخبرك أن الله عز وجل يحبك كما أحببته فيه. إذا أحببت أخاك في الله أحبك الله عز وجل. فهذا معنى من معاني العيد، من معاني العيد أيها الإخوة الأحباب أن تنظر إلى الضعفاء والمساكين والمحتاجين في هذا اليوم، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: أغنوهم عن ذل السؤال، أغنوهم في هذا اليوم عن ذل السؤال. ينبغي عليك أن تصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابحثوا عن اليتامى، داووهم، كونوا معهم، ابحثوا عنهم في كل مكان. تذكروا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى. وحدوا الله. أيضا أيها الإخوة الأحباب، من علامات قبول الطاعة أن يتبعها العبد بطاعة أخرى، ومن علامات قبول الحسنة أن يتبعها العبد بحسنة أخرى، ومن علامات قبول رمضان أن يداوم الإنسان المسلم على الطاعة بعد رمضان. فبئس القوم والله من عبد الله في رمضان ونسي الله عز وجل بعد رمضان. ومن الأعمال الصالحة التي وصانا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد رمضان، ألا وهي صيام الست من شوال. فقال صلى الله عليه وسلم: صلوا على رسول الله، من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كمن صام الدهر كله. أيضا والله إن فرحة العيد لن تكتمل حتى يتحد المسلمون، حتى يشعر المسلم بآلام أخيه المسلم في كل مكان. لن تكتمل فرحته حتى يتحقق في المسلمين قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد والحمى. وصية الأخيرة إلى النساء: أيتها النساء، أذكركم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها
قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئتي. هذه وصية الأخيرة، وأختم بالدعاء لعله يكون مقبولا في هذا اليوم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا وارفع كروبنا وتقبل أعمالنا وحرم على النار أجسادنا. اللهم لا تدع لنا في يومنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا عافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا قسمته. اللهم أصلح حال البلاد والعباد، اللهم أصلح حال البلاد والعباد. اللهم من أرادنا وبلادنا وأهلنا بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وبلادنا وأهلنا بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأعل بفضلك اللهم كلمتي الحق والدين. وكل عام وأنتم بخير، وكل عام وأنتم إلى الله أقرب. جزاكم الله كل خير، ونيابة عنكم نشكر كل من ساهم في أن يكون هذا العيد بهذا المنظر، كذلك نيابة عنكم نشكر رجال الشرطة الذين قاموا بتأمين هذا المصلى، فجزاكم الله خيرا. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله الله.